السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى. إزيكم؟ وحشونا. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو بيع حمام لاحم زغليل وشباب. هنشوف مع بعض بسرعة كده. انا مقسم كل جوز او كل قص، هما الشباب على وش شغل يعني، وفي زغليل وفي حمام عليه ريش. هنشوف مع بعض اصوص اللي هي على وش شغل، ونرجع نشوف الشباب اللي لسه بجهزهم، لسه ما خدوش بعض يعني. الزغليل يا جماعه اللي هي لسه زغليل معتمده وتقريبا فكين ريشه، بدل 200 جنيه 175، والشباب بدل 350 300. العرض ده لمده اسبوع. البيع والاستلام في دمياط. هسيب لك رقم الموبايل لو حضرتك تحب يعني، لكن الاستلام من المنزل في دمياط. معانا اول قص شباب اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. تقريبا عليهم ريشتين، بيحضروا ملعش على وش شغل يا جماعه. ده برضو زي ما قلنا، انا كنا بنقول 400 ورجعنا قلنا 350، لكن عرض لمده اسبوع 300 جنيه. اللي تلحق العرض يا ما تلحقش. بسم الله ما شاء الله، نقول على ده القص رقم واحد. تمام، هنرجع نشوف باقي الأصوص يا جماعة. القص التاني برضو اهو، تقريبا الكل عليه ريشتين، برضو بيحضر لعش. اول شغله عندك عليه ريشتين، لسه اول شغله عندك، يعني انت اللي هتاخد خيره ان شاء الله، وربنا يبارك للمشتري بإذن الله. ده القص رقم ثلاثة. بسم الله ما شاء الله، من فضل الله، برضو عليه ريشتين او ثلاثة يا جماعة. كله كل الاصوص اللي هي على وش الشغل دي، من سعر بدل كنا بنقول 400 وقلنا 350، بنقول دلوقتي 300، العرض لمدة اسبوع. ده كده بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. فده القص الثالث اللي هو على وش شغله، وربنا يبارك ان شاء الله، يبارك للبائع والمشتري. وده القص الرابع اهو، حصه اول حسوايه، ولسه ان شاء الله يحصل الحسوايه التانيه بكره، وربنا يبارك للبائع والمشتري. وزي ما قلنا برضو كله، هنقول كله زي بعضه، بلاش نقول كنا بنقول 400 القص اللي محصي ده، لكن هنقول كله زي بعضه 300، لكن بدون الحصر. تمام، يبقى العرض لمدة اسبوع 300 جنيه على الاصوص الشغالة، 175 على زغليل فكين ريشة. اللي عليه خمس ريشات او ست ريشات هنقول عليه 250، بلاش 300 ولا 400. العرض لمدة اسبوع. الاهالي يا جماعة بتلحم من 12 يوم ل 15 يوم. حقيقي والله انا مش بقول اي كلام، واللي مش مصدقني يجي انا موري له الكراسة اللي انا بأيد فيها كل قص انتاجه ايه، وانا بحضن تحته ايه. وده كمان اهو انا محضن تحته زغليل تانية غير زغليله، كمان هو في زغلول من بتاعه، وحاطط له كمان زغلولين تانيين اهم يحضنهم، لان هو بسم الله ما شاء الله زق الحمام اللحم، بيزق اولاده كويس جدا. فانا قلت بدل ما اشيل منه الزغلول بتاعه واسيبه من غير زغلول، لا انا سايبه علشان اعرف هيلحم على كام يوم، وكمان حاطط له استفاد منه، حاطط له زغليل تانية كمان مش زغليله. وده القص اللي قلنا اللي كان بيهاجمه الذكر الحمام اللي كان بيطرد زغلوله، والذكر الحمام برضو اللي عملنا عليه الفيديو قبل كده، اللي هو نسيت باب السلاكة مفتوح وما نعرفش ايه اللي هاجمه، ولقينا وش الذكر معكوك دم، لكن ما فيش فيه اصابات، يعني هو الذكر اللي عور اللي كان بيهاجمه. اهو الزغلول، البيضة طبعا التانية اتكسرت وباظ اللي فيها، وده الزغلول اللي كان معاهم ومعه حسويتين. بسم الله ما شاء الله، قربهم. شوف الزغلول هو اللي بيدافع عن العش، بسم الله ما شاء الله، هو اللي بيهاجمني اهو، رغم ان هو لسه زغلول صغير. والاهالي معهم بيض، قرب يفقس يا جماعه. هقول لك الحقيقه، البيض يعني بتاعهم قرب يفقس،
اهو زي ما حضراتكم يعني سلالة، هنقول ده بيلحم على 12 يوم. ده فرد يعتبر زغلول اللي هو فكك ريشة وعلى وشك ان هو يفك الريشة التانية. بسم الله ما شاء الله. نشوف حجم الزغلول، بسم الله ما شاء الله حجمه وصحة، ربنا يبارك ربنا يبارك ان شاء الله. ده فرد من الفرود. هنشوف كمان واحد تاني من قريب، نشوف شكل العين بتاعه. الناس اللي بتحب العين الحمراء او الجفن الاحمر، الجفن الاحمر اهو يا جماعة واضح، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. انتوا عارفين ان انا القناة اساسا التربية الاساسية بتاعتي هي الزاجل، لكن اللحم يعني خدتها كده يعني ايه، مشينا نمشي مع الموضة بس، لكن الاساسي عندي اللي هو الزاجل. شايفين السلالة الجديدة اللي انا بدخلها على الزاجل عندي، بسم الله ما شاء الله، اللي هم الاصوص اللي جوه دول شباب لسه بجهزهم على وشك الانتاج. بسم الله ما شاء الله حاجة محترمة، حاجة اعلى شوية من اللي كانت عندي، بنحسن من مستوى الزاجل. الزغلول اللي فطمناه بيحاول يرجع للاهالي، شوف الاهالي بتضربه ازاي، يبقى انت لازم تاخد بالك وتشيل الزغلول من اهاليه بعد ما يكون قبل ما يفقسهم البيض الجديد. فطبعا هو دلوقتي مركز خلاص في بيضه في الزغلول الجديد، يشيله قبل ما يموت الزغلول الصغير. ونقفل السلاكة عليه. هو طبعا دلوقتي خلاص الزغلول الكبير لا يعتمد على نفسه، فهو الذكر بيطرده بره العش بتاعه علشان يركز للزغلول الصغير. شايفين ما شاء الله بيحاول يأكل زغلوله، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. هنشوفه هو بيحاول يأكل زغلوله، بسم الله ما شاء الله الزغلول لسه فائس من يمكن من ساعات، بيحاول يأكل زغلوله. كده نكون خلصنا موضوع فيديو النهاردة. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.